عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. النهارده هعمل حاجه سريعه جميله يا رب تعجبكم. عندي اللي هو السوسيس او الهوت دوج او بعض الناس بتقول عليه بوستر بالشكل الحلو ده كده اهو. هاخد صباعين زي كده اقطعهم بالشكل الجميل ده كده كده. انا قطعتهم هجهز على طول. هي حاجه سريعه ما بتاخدش دقيقتين ثلاثه. عندي 3 بيضات وعندي هنا قطع جبنه رومي. لو انتوا عايزين تعملوا الموتزاريلا ماشي، الجبنه الرومي ماشي، انا ببشرها بالشكل ده كده بتنزل معايا بالشكل الحلو ده كده. دي مش مقضيه يمكن 100 يعني مش 20 25 جرام، حاجه بسيطه قوي على الكميه اللي عندي دي كده. هبدا معاكم على طول. عندي هنا مقدار 2 معلقة زيت بالشكل الحلو ده كده اهو. شغل عليهم النار بتاعتي وانزل كده صباعين اللي هو الفوستر او الهوت دوج او السوسيس بالشكل الحلو ده كده. هسيبهم بس ياخدوا لون الاول. في ناس بنحط معاها بطاطس وانا برضو بعمل كده مفيش اي مشكله، بس المره دي حبيت اعملها من غير بطاطس. بجيب بطاطسيه بسلقها وبقطعها مكعبات وبخليها يتحمروا شويه مع البوستر ده والهوت دوج، بيطلع حلو خالص. لو عايزين تجربوا الطريقه دي ماشي، عايزين تجربوا الطريقه التانية دي ماشي، زي ما يعجبكم. هنعملها النهارده من غير بطاطس هتطلع برضو حلوه وجميله. اللي عاوز برضو يحط فلفل اخضر حراق اللي هو عاوزه هتيجي برضو معاه حلوه. في كذا طريقه بس النهارده هنعملها كده بس بالهوت دوج او السوسيس او البوستر ده بالطريقه دي الجميله الحلوه. هنحمره بص على الوشين كده وهكمل معاكم على طول كده. قلبته على الوش التاني. على فكره هو ما بياخدش نص دقيقه بالظبط. بقلبه على الوش التاني انا حسب الدقيقه مش اكتر عشان ما يجلدش مني او يشد. عندي هنا 3 بيضات اللي عندي بالشكل الحلو ده كده هحط عليهم. ده بيبقى حادق سنه ما بحطش عليه ملح، اللي حابب يحط ملح ماشي. كل اللي هحطه هنا بس رشه فلفل اسود او ابيض زي ما تحبوا انتوا بالشكل الجميل ده، رشه خفيفه كده اهي عشان ريحه البيض مش اكتر. اللي حابب يحط شويه كمون ماشي، انا بالطريقه دي بعملها بتطلع معايا حلوه خالص. هنزل بيه كده اهو، هو بيتوزع كله معايا جوه الطاسه اللي بشتغل عليها بالشكل الحلو ده كده اهو. بياخد بالظبط دقيقه دقيقه ونص على الشكل ده ما بيزيدش عن كده. وبقلبه على الوش التاني كده. عندي استوى خد دقيقة او دقيقة وحاجة بسيطة. هقلبه بالشكل الجميل ده كده اهو حلو خالص. اللي ميعرفش يقلبه كده ممكن يجيب طبق زي كده ويقلبه ويرجع يسحبه بالراحة، بس الطبق يكون ملس عشان ملس هيتزحلق معاه بسرعة، هيمشي حلو خالص. واقل من دقيقة الوش التاني ان البيض ما بياخدش سوا كتير. هحط عليه شوية الجبنة اللي انا بشرتهم كده، ودي حاجة اختياري، بياخد ريحة حلوة وبيسيح بسرعة. ان الجبنة ما بتستحملش، انا اديته حاجة بسيطة اهو مش مكملين حتى ال 20 جرام، بيدي طعم حلو وجميل. وهو سخن كده الجبنة بتريح عليه بتدي طعم جميل جدا. انا هسيبه اهو خلاص كده، هطفي عليه تمام خالص بالشكل الجميل ده كده تمام. طفيت اهو، وده كده قرص البيض الجميل اللي هو معمول بالبوستر بالطريقة الحلوة دي. ايه رأيكم؟ اتمنى يكون عجبكم. حاجة سريعة وجميلة وافكار، يعني انا قلت لكم زي ما انتم عاوزين. لو حابين تعملوه ببطاطس تعملوه باي طريقة ان كانت، بيمشي معاه بالفلفل بالبطاطس الطريقه اللي انت عايزينه. معلش بنتنا بتضحكنا واقفه جنبينا وعايزه تطلع في الفيديو. كل سنه وانتم طيبين، نشوفكم في فيديو جديد. لو عجبكم شير ولايك. سلام ماما.